وإلى أخبار المحترفين، والبداية مع محمد صلاح، حيث اختار البلجيكي إيدن هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن أفضل 3 لاعبين في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، بجانب كيفن دي بروين النجم مانشستر سيتي وهاري كين لاعب توتنهام. وقال هازارد في تصريحاته أنه شارك في الاستفتاء المطروح من رابطة اللاعبين المحترفين لاختيار اللاعب الأفضل في النسخة الحالية من مسابقة الدوري، وجاء اختياره لكيفن دي بروين في المركز الأول، ثم صديقه محمد صلاح، وأخيرا هاري كين. وفي الدوري الأمريكي، تعادل فريق أورلاندو سيتي المحترف ضمن صفوفه المصري عمرو طارق مع دي سي يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدوري الأمريكي. وبادر دي سي يونايتد بالتسجيل عن طريق دارين ماتوكس في الدقيقة 32 قبل أن يتمكن أورلاندو سيتي من إدراك التعادل عن طريق ستيفانو في الدقيقة 93. ولعب أورلاندو سيتي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 بعد طرد لاعبه فاكتور جيرو، علما بأن المدافع المصري عمرو طارق شارك طوال 90 دقيقة. وفي الإمارات، أبدى نادي الوحدة الإماراتي استياءه من تصرف النجم المصري حسين الشحات المحترف في نادي العين خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين الخميس الماضي بملعب هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإماراتي. وسجل الشحات هدفا وصنع 3 أهداف أخرى في فوز العين على الوحدة بـ6 أهداف مقابل هدفين. وقال البيان: يعرب مجلس إدارة نادي الوحدة عن أسفه وصدمته من بعض التصرفات التي بدرت من اللاعب المصري حسين الشحات خلال مباراة فريقه مع فريق الوحدة، وذلك بقيامه بإشارات تجاه جمهور الوحدة تتنافى مع الروح الرياضية والقيم والأخلاق والذوق العام في دولتنا ومجتمعنا الذي عرف بالتسامح والرقي في التعامل. وفي السعودية، شادت وسائل الإعلام السعودية بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه اللاعب المصري حسين السيد مع فريق الاتفاق، والذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من النادي الأهلي وذلك على سبيل الإعارة. وقالت الصحف أن الثنائي المصري حسين السيد والنرويجي ليبان عبدي نجح في تشكيل جبهة يسرى نارية باتت مصدر إزعاج دائم للفرق المنافسة. والآن فاصل قصير ونعود للملاعب العالمية، ابقوا معنا.